ما قالت الصحافة العالمية في المحترف. نبدأ جولتنا في الصحافة مع ديلي ستار. هنبدأ جولتنا في انجلترا، تحديدا ديلي ستار الإنجليزية اللي كتبت: هالاند يقود الفوضى خلال يعني تدمير السيتي ليونايتد. طبعا زي ما بقول لحضراتكم الوحش، يعني طبعا كل الصحف العالمية وخاصة الصحف الإنجليزية متوقفة على هالاند. ديلي إكسبريس كمان كتبت: ثلاثيات دون توقف. ده طبعا هالاند وفودن يسجلان الهاتريك مع تقديم السيتي لشيء خاص. كمان الميرور الإنجليزية كلمت على هالاند وقالت أو كتبت: هالاند شعر بأن شيء خاص سيحدث قبل تسجيله للهاتريك الثالث في ملعبه بعد ما ساهم هو وفودن في إذلال اليونايتد. كمان الصحيفة كتبت: تنهاج المدير الفني للمان يونايتد، أو تنهاج: تمت إهانتنا وأعتذر للجماهير. نروح لإيطاليا، لاكازيتا دي سبورت الإيطالية ركزت على فوز يوفنتوس 3-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: يوفنتوس يولد من جديد. كمان اهتمت الصحيفة بمستقبل الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الإنتر ميلان، وكتبت: إنزاجي يتعثر. الصحيفة اهتمت كمان بميلان ومدربه بيولي، وكتبت: تأثير بيولي على الميلان. طيب نروح لفرنسا، وجريدة ليكيب الفرنسية ركزت على فوز لانس على ليون 1-0، وكتبت: لانس أرض الصقر. نطير على أسبانيا، نروح لأسبانيا، جريدة ماركا الأسبانية اللي ركزت على كارثة ملعب أندونيسيا وكتبت: مأساة رهيبة وكرة القدم مصبوغة بالجنون. الصحيفة اهتمت كمان بتعادل ريال مدريد وأوساسونا 1-1 وكتبت: أول تعثر. اهتمت كمان الجريدة بالجمعية العمومية لريال مدريد وكتبت: يعني أماسيو ده رئيس شرفي. ده على طبعا جريدة ماركا الأسبانية. سبورت الأسبانية ركزت أكتر على تصدر برشلونة لترتيب الدوري الأسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتعادل وتعثره أمام أوساسونا والتعادل 1-1، وكتبت: متصدر. دي خدتها عندنا هنا من مصري، متصدر محدش يكلمني. اهتمت كمان الجريدة بتصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن المدرب تشافي، وكتبت: ليفاندوفسكي يراهن على تشافي. دي كانت أخبار الصحافة العالمية. نروح